خليني أبدأ معاك بمباراة الأمس. عايزة أتكلم معاك في أكتر من شق. يمكن في ناس كتير شافت إن مباراة النادي الأهلي أمام المقاولين العرب هي مباراة الثلاث نقاط بس، مش هندقق على فكرة أداء النادي الأهلي لأنه خارج من ظروف مختلفة، سواء خسارة بطولتين في الأول، إجهاد بدني يمكن كولر ما اعترفش بيه بشكل كبير، قال إن هو عدم تركيز. امبارح كان في تسع تغييرات في الفريق، يمكن صحيح كان في تغييرات اضطرارية مثلا على سبيل المثال كهربا، ولكن أيضا على الجانب الآخر كولر كان ليه اختيار في عدد التغييرات التسعة دي بشكل كبير، وده اللي احنا شفناه امبارح في المباراة. خلينا نبدأ من النقطة دي. كلام حضرتك كلام مظبوط جدا وبدايه موفقه للحلقه، لان هو ده فعلا اللي عمله المدرب، ان هو قعد 9 لعيبه اساسيين: الشناوي، اكرم توفيق، رامي ربيعه، علي معلول، مروان عطيه، اليو ديانج، بيرسي تاو، كهربا، الشحات. ف9 لعيبه من اللي هم بيلعبوا ستاندنج في الفرقه. فطبعا هي دي انا عجبتني جدا انا شخصيا، يعني ليه؟ لان هو خلق دوافع جديده للفرقه. والمدرب الناجح دايما ان هو بعد الاخفاق يبان قدرته على انه يعدي الموضوع ده بسهوله. ان طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي كبير، فكون ان هو طبعا يطلع في استاد القاهره، فطبعا الموضوع ده كان صعب شويه. طبعا فبالتالي هو اللي عمله مستر كول يعني تفكير ممتاز انا من وجهه نظري الشخصيه، لان هو غير 90% من الفرقه، هو بقى بس على 2 اللي هو عبد المنعم وامام. وده بالشكل ده هو خلق دوافع جامده جدا للفرقه، على اساس ان هو انت حضرتك بتقولي ان هو ممكن يكون لعب شغل تجاري شويه انه يكسب المباراه. ثلاث نقاط يكتفي بيها، ما كانتش مجازفه دي يا كابتن ياسر فكره انا رايي ان هي التغييرات دي مش كلها؟ مجازفه. ليه؟ لان هو عامل سياسه تدريب بشكل كويس جدا. موضوع الاجهاد انا مش شايف ان في اجهاد بشكل كبير جدا، انا شايف ان هو خلق دوافع جديده. لما ابدا احط الكابتن كريم وابدا احط حضرتك وابدا اطلع ياسر وابدا اعمل دوافع جديده واحساس جديد ان انا كل واحد عاوز يثبت نفسه. طبعا لعيبه النادي الاهلي بتتكلمي في 30 لعيب غير قطاع الناشئين، فعدد كبير جدا اللي بيخش يلعب في ال 11 موضوع صعب جدا انه يبقى قاعد كتير بره. فبالتالي انا لما ابدا اعمل كده ببدا يعني اغير دوافع اللعيبه، ابدا ادي حماس في الفرقه بشكل كبير جدا، ابدا يعني اخلق نوع من المنافسه بشكل مختلف شويه. فبالتالي انا من وجهه نظري ان هو نجح، ونجح من الناحيتين، ان هو خلق روح منافسه جديده، دوافع جديده، حفز اللعيبه اللي هي قعدت دي ان في مكانك ممكن واحد يلعب ويكون كويس والفرقه تكسب، طبعا مفيش مشكله خالص. فكره الاعتماد بشكل اساسي على حد او اخر، هو مش عايز يوصل ده لعدد من اللعيبه الاساسيه. بالظبط كده. وفي نفس الوقت هو الفكره ان هو لما تدفع باتنين تلاته جداد او 9 جداد، فبالتالي هو بيعمل دفعه معنويه للعيب الجديد، عاوز ينزل يقول انا موجود وانا استحق اكون في ال 11، فبالتالي بيبذل مجهود مضاعف. لكن انا ضامن ان انا بلعب وحاسس ان انا موجود دايما وبقيت موظف، فهي دي النقطة اللي ما يعملهاش الا يعني مدرب كبير. وهي دي نوع يعني روح التنافس في اوضة اللبس. يعني دايما لما نيجي نتكلم على المدرب الكبير، لما دايما بتكلم مع الكابتن كريم اقول له اوضة اللبس هي مفتاح الفوز. طبعا اي نادي في الدنيا اوضة اللبس بتاعته متسيطر عليها بشكل كويس، اللعيبة متسيطر عليهم بشكل كويس، عندهم قناعات بالمدرب بشكل كبير جدا، الإدارة عاملة سبورت جامد جدا للمدرب. خلي بال حضرتك ان الإدارات لما بتعمل سبورت للمدرب بشكل كبير جدا ومفيش نقد دايما للمدرب، بالتالي اللعيب بيبقى عامل حسابه ان المدرب ده قاعد، فبالتالي بيبقى مركز في حاجه واحده ان هو يلعب بس، ما عندوش حاجه تانية يفكر فيها غير انه يلعب بس. فانا شايف ان هو نجح امبارح بشكل كبير جدا. موضوع الاجهاد انا مش شايف ان في اجهاد، لكن شايف ان النادي الاهلي بدا المسابقه بدري جدا بماتش السوبر، وكان لسه الفرقه زي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك في الحلقه ساعتها قبل المباراه دي، قلنا ان لسه الاهلي مش جاهز 100%، طالع من فتره اعداد، لسه التجانس في لعيبه جديده كانت داخله لسه الفرقه، كان لسه ما بانش شكل المراكز هيبدا يغير في شكلها خاصه ولا بعد لا. الصفقات الجديده. وخليني يا كابتن ياسر كمان اخد من كلامك فكره السوبر الافريقي بعديها السوبر ليج. احنا بدانا بالعكس، يعني احنا عندنا اي فريق او احنا نفسنا الموسم الماضي بدانا منافسات محليه بعد كده رحنا البطولات الثانيه. الموسم ده احنا بدانا سوبر افريقي بعد كده سوبر ليج ولم نكن موفقين فيها، فالموضوع اتعكس السنه دي، فيمكن ده برضو اربك الحسابات. صحيح 100%، كلام حضرتك مظبوط 100% فعلا. وبعدين برضك تاخير بدايه الدوري عندنا اخرتنا شويه كتير، لان انت لما بتلعب بتبقى في حاجه اسمها الاليه في الاداء، خلاص انا هنا اعمل هنا هتلاقي زميلي موجود في المكان ده، ما في سيستم لعب، اليه في الاداء،
حفظ الاماكن بعضينا، حفظ للتحركات بشكل كبير جدا. لما بيخش عنصر ولا عنصرين جداد بيبدا يتغير شكل التحركات بتاعتهم. وبعدين هو بدا يلعب 4 3 3 من السنه اللي فاتت، بس بدا يزود فيها، بدل ما يلعب 2 مركز 6 بقى بيلعب 2 مركز 8، فبالتالي بقت ناحيه هجوميه اكتر شويه. فبالتالي الشغل ده محتاج شغل جماعي اكتر،